أمة اقرأ لم تعد تقرأ. قصروا كثير جدا في القراءة في الجيل الأخير، أما في الأجيال المتقدمة فهم يعني سلاطين العلم، وهم يعني مفاتيح العلوم. يمكن أن نوصفه بأنه زمن الحيرة، يدع الحليم حيران. في خلال 10 سنوات أرقام يعني جدا تبين ضحالة القراءة. نحن درسنا، نادرا ما تجد مثلا معلم في الصف أو مدرسة تحرص على تربية الأطفال على حب القراءة. الإنسان لن يستطيع أن يقرأ كل كتب الدنيا، في اليوم الواحد آلاف الكتب تصدر في العالم. لماذا نقرأ؟ وماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ برنامج بصائر الجزء الثاني مع الداعي الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف، وحلقة هذا الأسبوع بعنوان أمة اقرأ لا تقرأ، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية. بصائر الحق في